يعد شهر اكتوبر من كل عام فرصه للرصد الفلكي وذلك لاجتماع نجوم الصيف والشتاء بالليله الواحده وينجذب المهتمون وهو تصوير الفلك والمجرات على رصد الظواهر الفلكيه وحركه الكواكب وذلك لصفاء السماء في شهر اكتوبر فيتمكن المشاهد من رؤيه نجوم الصيف مثل كوكبه العقرب والاستمتاع بمشاهده ذراع المجره كما يمكن رصد كوكبه الجبار ونجم سهيل في سماء اكتوبر